بما اني حكيت في الفيديو الماضي عن اهم عناصر نجاح المشاريع الناشئة، فبديهي ان اليوم اجي احكي لك اهم نصائح ثمينة من اهم رواد الاعمال في العالم. جاسر مصطفى وجاي توكس ونومور، ونبلش كثير بسرعة. إذا أنت بالعادة تشتري من أمازون، أو بتعرف أنه أمازون موجود، أو بتعرف أنه أمازون هي شركة ناجحة جدا جدا جدا، فأكيد على الأغلب تكون تعرف جيف بيزوس. نأخذ أول نصيحتين من هذا البني آدم شو بيحكي لك. النصيحة الأولى منه بيحكي لك أنه اعمل إشي أنت بتحبه بأقصى درجات الحب وبس. والنصيحة الثانية بيحكي لك لا تحاول بس أنك أنت تلحق الترند وتحب الترند لأنها هي ترند، لا، دور عشان أنت تحبه واعمله هو ترند. وإذا أنت فعليا معك آيفون أو أنت بتعرف منتجات شركة أبل، فأنت أكيد تعرف أبل themselves، وأنا حبيت كيف حكيت أبل، فأكيد أنت بتعرف ستيف جوبز. شو بيحكي لك ستيف جوبز؟ بيحكي لك حاول أنك أنت دائما تطور علاقة حب وشغف هائل تجاه الإشي اللي أنت تعمله، لأنك إذا أنت ما عملت هيك هو صعب كثير أنك أنت تكمل، وبالأغلب صعب أنك تنجح. هلا كثير مرات أنا كنت أروح أشتري من إي باي لأنه لقيت عليه إشي أرخص من الأشياء الموجودة مثلا على أمازون، وعلشان هيك أنا بعرف شخص اسمه بيير أوميديار، وإن شاء الله أكون حكيت اسمه صح. شو بيحكي لك؟ نصيحته بتحكي لك إنه لا تخلي الناس اللي أنت كثير تعرفهم منيح وبتحترمهم كثير وتقدر رأيهم وبتثق إنهم عارفين كثير منيح شو اللي بيحكوه، يحكوا لك إنه لا يمكن نجاح الإشي اللي أنت قاعد بتعمله، أو مستحيل إنه ينجح أو يزبط هذا الشيء، طبعا في حالة انك انت تكون دارسه كثير منيح ومتأكد انك انت راح تخليه ينجح. ولاني كل ما بدي اعرف اي شيء بروح افتح جوجل، فانا بعرف شخص اسمه سيرجي برين. سيرجي برين بيحكي لك انه حاول دائما تعمل اشي اكيد راح يعمل فرق كثير كبير، واعمله برضه بحب وشغف. واضح انه الشباب كلهم مقاطيع. حبيته من قلبك، حبيته يا فندم. بحبك. ولأنه لازم يكون عندك دائما استثمار في المشاعر، وهي الترجمة الحرفية اللي حكاها الشخص اللي اسمه بيز ستون من تويتر، حكى لك invest in emotions، لكن المعنى الحرفي انه لازم يكون في عندك مشاعر تجاه الاشي اللي انت قاعد بتعمله، انك تحط اقصى درجات الانفستمنت تبعك او الاستثمار تبعك في هاي المشاعر، لانه اذا عملت هيك فانت definitely اغلب موضوعك رح يكون ناجح، واذا ما عملت هيك فانت اقرب للأشع. وإذا أنت عارف فعلياً شو اللي بدك تصيره أو شو ناوي تصير في المستقبل، فأنت أكيد راح ترد على نصيحة واحد اسمه بينر تشك من واين لايبرالي، بيحكي لك إذا أنت عارف منيح شو الإشي اللي بدك تصيره في المستقبل، فأنت حاول أنك تمضي أقصى وقت ممكن أنت بتقدر عليه مع أشخاص فعلياً صاروا هيك. واحد اسمه دانييل إي كي، هذا هيك من مكان يعني اسمه سبوتيفاي شوي ناجح من عالم وناس، بيحكي لك doubt everything. هذا زلمة شكاك، بيقول لك لا تأخذ ولا إشي من المسلمات، وشك فيهم كلهم، وحاول تضلك تسأل وتسأل وتسأل وتسأل، وتلاقي أجوبة فعلية مناسبة للشيء اللي أنت قاعد تسأل عنه. وفعليا إذا في بالك فكرة وانت شايف إنه هاي الفكرة منيحة، فرد على واحد اسمه كيفن روز من مكان اسمه ريج أند تايم. شو بيحكي لك؟ إنه هذه الفكرة اللي في بالك اللي انت شايف انها كثير منيحة وفكرة كثير ناجحة وخرافية وانت احسن واحد طلع هاي الفكرة، فاسأل اسئلة كثير مهمة، اللي منها شو هو الماركت الجديد اللي راح تخلقه هاي الفكرة، وشو هي المشكلة اللي عند الناس اللي اصلا راح تحلها. اذا ما في جواب لهذول السؤالين تعرف انك انت قاعد تحلم نايم بالعسل. والامور اللي اسمه جيمس ألتشر من تشوز يور سيلف، يحكي لك كل يوم اطلع على الأقل 10 أفكار، وخلي معك دفتر دائما زي هذا الأمور اللي أنا بكتب عليه دائما، بيحكي لك خلي معك هذا الدفتر وكل يوم تأكد أنك أنت تكتب هذه الأفكار في هذا الدفتر. والإشي الكثير منيح بيحكي لك أنه على الأكثر على الأكثر بعد 6 شهور راح تصير عبارة عن Idea Generation ماشين متنقلة، عبارة عن ماكينة أفكار متنقلة، وأنت بتكون مرنت عضلة الأفكار الموجودة عندك اللي أنا ما بعرف وين هي ولا شو التمرين اللي بيقويها، بس راح تكون مرنت هذه العضلة وراح تصير ماكينة أفكار متنقلة. ولهون بعد النقطة العاشرة أنا راح أتوقف في هيدا الفيديو لحتى ما يكون كتير طويل عليكم يا شباب، وراح أحكي لك حطلي في الكومنتس
ايش الاشياء اللي من هدول اللي انت اوريدي بتعملهم وايش الاشياء الجديده عليك، واحكي لي اذا في افكار انا ما حكيتها في هذا الفيديو انت اوريدي بتعملها وبتساعدك انك تنجح مشروعك وشغلك واي شيء قاعد تعمله من هون لحتى عطوفتك تكرم علينا. طلنا اياك في التعليقات. سلام.